Good morning, Taman. How are you? I'm Raghad Hernandez from 3IQ Academy. Today we have a revision for the final exam. رح نحكي شوي عن الامتحان إنه كيف رح يكون. طبعا رح يكون الساعة 5 العصر. تامن انتو رح يكون ب 17:05 على الساعة 5 عصر. رح يكون عبارة عن 40 سؤال، طبعا هما 80 علامة، لكن انتو رح تلاقوا قدامكم 40 سؤال كل واحد عليه علامتين. رح نلاقي عنا فقرة عليها أسئلة، مثلا الأشياء الثابتة اللي هي الضمير على مين عائد، البارت اوف سبيتش، ناون فيرب، ناون فيرب، ادجكتيف، ادفيرب، المعنى بالإنجليزي، الإنجليزي الكلمات اللي باللون الأحمر بالفقرة حكينا معانيهم وين موجودة، بخلف الكتاب، آخر الكتاب، وبرضو معاهم البارت اوف سبيتش، الناون ولا الفيرب ولا الادجكتيف ولا الادفيرب. رح نلاقي برضو كمان أسئلة تانية يعني عن الفقرة من ضمن اللي إحنا ذكرناهم، يعني الفقرات الموجودة بالستودنت بوك والأكتيفيتي بوك اللي إحنا أخذناهم من وحدة 4-5، من وحدة 5 لوحدة 8. رح نلاقي كمان سؤال للمفردات مثل اللي مثل هيكا، جمل بدنا نحط الكلمة المناسبة منها، مو شرط تيجي الجمل على نفس الفقرة اللي أنا كاتبها بالامتحان، فإحنا رح ندرس الفقرة المفردات كاملة. تمام، هين أنا حكيت. وبرضو رح يكون عندي على البرونانسيشن براكتس الأصوات، برضو رح أحكي لكم إنه هذا الصوت مثلا الأ لأي كلمة، شو الكلمة اللي فيها صوت أ أو شو الكلمة اللي ما فيها صوت أ، فبدنا ننتبه. وبرضو كمان رح يكون في عنا أسئلة قواعد على حسب المشروع عنا، وإذا كان في عنا بالرايتنج إشي أنا شرحته بالرايتنج برضو رح يكون كله داخل. تمام، كل إشي أنا شرحته داخل. أوكي، اليوم خلينا نعمل مراجعة على قواعد الوحدة الخامسة. عنا استخدام ones، the use of one and ones. حكينا we use one singular and ones for plural to avoid unnecessary repetition، علشان نتجنب التكرار الغير ضروري. مثلا I need a blanket، يعني مفرد، ما عندي أس معناته رح أختار one ولا ones. one، which one do you want؟ أو مثلا بدي أحكي جملة I need some bandages، عندي أنا أس، ES معناته جمع، معناته بدي أختار one ولا ones. ones، which ones do you want، معناته noun لما يكون singular one ولما يكون plural ones. وكمان حكينا بهاي القاعدة بهاي الوحدة عن the present continuous اللي حكينا إنه actions that happens at the moment of speaking اللي هي أحداث في لحظة التحدث، يعني في لحظة الكلام. أو مثلاً لفكسد بلانز إن ذا نير فيوتشر، إنه أنا خطط ثابتة في المستقبل القريب. مثلاً هون هلا is eating now، هلا بتأكل الآن. She is going to India next week، الأسبوع الجاي رح تروح للهند، معناته أنا هون عندي يا إشي بلحظة التحدث أو إشي للمستقبل القريب. الأفيرماتيف حكينا subject is am are، is للسينجولار، am مع الـ I والـ are مع الجمع مع الـ verb ing. وإذا بدي أجي أنفي بحكي إيش؟ isn't، aren't، am not، isn't، aren't، am not. بالسؤال بعكس تصير is، are، am plus subject plus object. كمان حكينا عن الأدلة، مثلا at the moment، now، look، listen، next، right now، today، be careful، watch. هاي الأدلة بتساعدني إنه هذا الزمن هو مضارع مستمر، مضارع مستمر. أوكي، نشوف مثلا هاي الأسئلة اللي هون، بس نحل سؤالين.
سلمى جوس ناو. أنا عندي ناو معناته مضارع مستمر، سلمى مفرد معناته شو بدي أحكي؟ is drinking. is لأنها سلمى مفرد والverb بحط له ing is drinking. lock the baby، عندي lock هو الدليل، the baby هو مفرد فبحكي is لأنه مفرد والcry بحط لها ing. الـ WH question حكينا أنا لما بدي أجي أسأل لوات، يعني أنا بدي أسأل عن إشي جماد، لما بسأل له بسأل عن شخص، ولما أسأل عن وين بسأل عن الزمن، فبدنا نركز إحنا بشو بنسأل. كمان أنا عندي إشي عن الـ will والـ going to. حكينا الـ will والـ going to دايما بيجي وراهم الـ verb one مجرد. الـ will بستخدمها لما أنا أعطي حكينا إشي بيحدث أو قرار فوري، لما أنا أعطي إيش قرار فوري، مثلاً I'm thirsty، واحد بيحكي إنه أنا عطشان، الثاني شو بيحكي له؟ I think I will buy a drink، راح أشتري لك، أو مثلاً هو نفسه بيحكي حس حاله عطشان بده يشتري إشي يشربه، فهذا قرار كان فوري. معناته الـ will بده يجي معاها على القرارات الفورية من دون أي تخطيط. الـ going to رح يكون فيها تخطيط، مثلاً I'm going to the beach next weekend with my friends، رح أذهب إلى الشاطئ الأسبوع الجاي أو في نهاية الأسبوع الجاي مع أصدقائي. هلأ للطلعات والمشاوير هاي أنا ما بجيها فوري، هاي بدي يكون إلها مخطط إلها، أنا بخطط معناته أنا بدي أستخدم going to. وبنفيها ب I'm not going to زي ال present continuous، aren't، isn't، will بنفيها ب want. نحل هون بس مثالين. I travel to India next month، بدي يسافر للهند الشهر الجاي، هذا قرار فوري ولا تخطيط؟ تخطيط معناته بحكي الآي بدها تأخذ الآم وبحط الـ going to والفعل travel موجود. نشوف الثانية. my mother is hungry I buy a sandwich for her، أمي هلأ كانت جوعانة فلما شفتها جوعانة بدي أشتري لها سندويشة، معناته قرار فوري I will buy a sandwich for her، معناته هاي مراجعة لقواعد الوحدة الخامسة. حكينا عن الفوكابيلاري حفظ، البرونانسياشن عنا difference between a مثل long long o، معناته بين a و o بدنا نميز بينهم، long long، duck duck. أوكي، وعنا الفقرة اللي هون بنركز عليها مع التمارين الموجودة معها ب 45، وهي حكينا 44 داخل، 45 برضو داخل، 46 داخل، 47 داخل، 48 داخل، وكذلك الأمر 49، 50 ما بدنا إياها، 51 برضو ما بدنا إياها، أوكي، 52 برضو مهمة داخلة لأنه هاي على السبيلينج للصوت الأ مثل touch cousin double، لكن الأ بيجي عندي أنا الفاول عندي يا مختلف، ممكن يجي أيو أو 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 دبل أو، فبرضو هذا الإشي مهم. 52 بس السبيلينج داخل فيها. هلأ دايماً الكومبوزيشن سامبل والكونفرزيشن هدول أصلاً ما بيكونوا داخلين، والورك بوك كمان يا ماس صفحة 28 داخلة، 29 داخلة، 30 داخلة، 31 داخلة، 32 لا، 32 لا،
33 عندي برضو write it up، برضو هاي داخلة مهمة. exercise 1 و 2 3 لا. وهيك بنكون خلصنا الوحدة الخامسة وعملنا لكم review لعلها، ويعطيكم العافية.